السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام نحييكم ونقدم لكم برنامج لآلئ كاظمية إذ نغوص في بحر الجود الكاظمي بين كلمة وحرف وشخص وذكرى فرافقونا في كل حلقة من برنامجنا هذا نكون معكم في استعراض لشخصية رافقت الإمام الكاظم عليه السلام في عرض موجز للسيرة وما حاز صاحبها من الامام ونقله لنا. شخصيه هذه الحلقه هو علي بن يقطين فالى بحث في ترجمه حياته مع سماحه الشيخ طه حافظ خميس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم محمد المصطفى وعلى اله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائنا من الأولين والآخرين لا قيام يوم الدين وبعد اللهم صل على محمد وآل محمد من أصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام علي بن يقطين كنيته أبو الحسن علي بن يقطين بن موسى البغدادي آه السكن الكوفي الأصل كانت ولادته في الكوفة سنة 124 وكانت آه وفاته في عهد الامام امامه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام سنه 180 عندما كان الامام في سجن الطاغيه. كان علي بن يقطين مخالفا لابيه في عقيدته فكان ابوه داعيه لبني العباس وكان علي بن يقطين على على غير خط ابيه فكان ثابت العقيده متمسكا ملتزما ب خط اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام بل مطيعا ياتمر بامرهم وينتهي بنهيهم صلوات الله عليهم وكان ذلك الجندي المطيع المطيع لاوامر الامام الكاظمي عليه افضل الصلاه والسلام وكان كثير كثير المؤلفات حيث لا زال ذكره يذكر في جميع مؤلفات الفقه والعقائد و الكلام وله اكثر من تسعين مؤلف قد الفها في حياته في وكان مسترشدا بفكر ائمه اهل البيت وبتوجيه الامام الكاظمى عليه افضل الصلاه والسلام عمل وزيرا للارشيد وكان يضيق, يضيق نفسه او يضيق صدره من هذا العمل وعندما يسال الامام عن ترك المكان آه الإمام يسمح له بالبقاء على أن يكون كفارة عمله مع السلطان قضاء حاجة الإخوان فكان نعمة آه الجندي المطيع للإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام ونعمة القادم لأشيعة أئمة أهل البيت ولجميع المسلمين وكان أيضا كثير العبادة وزاهدا تقيا ورعا آه آه وايضا في عائلته كان كانت تلك العائله التي قدمت وحملت فكر اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام فنرى ابنه الحسين والحسن واحمد والعباس هم من نقلوا فكر اهل البيت عن طريق ابيهم او عن طريق الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين وحتى تكون الصوره مكتمله اكثر فهذه جولة إلى سيرة امرأة كان لها أثر في السفر الكاظمي هي الأصل والأساس في اكتساب فضائل متعددة. شخصية هذه الحلقة هي أم الإمام الكاظمي عليه السلام السيدة حميدة. إخوتي أخواتي في الله اليوم حديثنا عن سيدتنا حميدة أم الإمام الكاظم عليهما السلام. لقد كانت أم الإمام موسى الكاظم عليه السلام من تلكم النسوة اللاتي جلبنا لأسواق يثرب وقد خصها الله بالفضل وعناها بالشرف فصارت عليها السلام وعاء للإمامة والكرامة تزوج بها أبو عبد الله عليه صلوات ربي وسلامه فكانت من أعز نسائه وأحبهن إليه وآثرهن عنده واختلف المؤرخون اختلافا كثيرا في نسبها فقيل انها اندلسيه وتكنى لؤلؤه وقيل انها روميه وقيل انها من اجل بيوت الاعاجم كانت السيده حميده تعامل في بيتها معامله كريمه فكانت موضع عنايه وتقدير عند جميع العلويات كما ان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كان يغدق عليها بمعروفه وقد راى فيها وفور العقل والكمال وحسن الإيمان فأثنى عليها ثناء عاطرا فقال فيها حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله وللحجة من بعدي وقد غذاها الإمام الصادق عليه السلام بعلومه حتى أصبحت في طليعة نساء عصرها علما وورعا وإيمانا وعهد إليها بتفقيه النساء المسلمات وتعليمهن الاحكام الشرعيه، واجدر بها ان تحتل هذه المكانه العظيمه وان تكون من المع نساء عصرها في العفه والفقه والكمال، وامتد الزمن بعد زواج الامام بها، وسافر الامام ابو عبد الله عليه الصلاه والسلام الى بيت الله الحرام لاداء فريضه الحج فحملها معه. وبعد الانتهاء من مراسيمه قفلوا راجعين إلى يثرب فلما انتهوا إلى الأبواء أحست حميدة بالطلق فأرسلت خلف الإمام الصادق تخبره بالأمر لأنه قد عهد إليها ألا تسبقه بشأن وليده كان الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام يتناول طعام الغداء مع جماعة من أصحابه فلما وافاه النبأ المسر قام مبادرا اليها فلم يلبث قليلا حتى وضعت حبيده سيدا من سادات المسلمين واماما من ائمه اهل البيت عليهم السلام لقد اشرقت الدنيا بهذا المولود المبارك الذي ما ولد في عصره ايمن ولا اكثر عائده ولطفا على الاسلام منه لقد ولد ابر الناس واعطفهم على الفقراء واكثرهم عناء ومحنة في سبيل الله وأعظمهم عبادة وخوفا من الله مشاهدين بادر الإمام أبو عبد الله فتناول وليده المبارك فأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وانطلق الإمام أبو عبد الله عائدا إلى أصحابه وقد علت على ثغره ابتسامة فبادره أصحابه قائلين أسرك الله وجعلنا فداك يا سيدنا ما فعلت حميدة فبشرهم الإمام الصادق عليه السلام بمولوده الكريم وعرفهم عظيم أمره قائلا قد وهب الله لي غلاما وهو خير من برأ الله وأحاط الإمام أصحابه علما بأن وليده من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم الذين فرض الله طاعتهم على عباده قائلا لهم فدونكم فوالله هو صاحبكم، وكانت ولادته في سنه 128 للهجره، وقيل سنه 129 للهجره، وذلك في ايام حكم عبد الملك بن مروان. وقطع الامام موسى شوطا من طفولته وهو ناعم البال يستقبل الحياه كل يوم بحفاوه وتكريم فابوه سلام الله عليه يغدق عليه بعطفه المستفيض وجماهير المسلمين تقابله بالعنايه والتكريم وقد قدمه الامام الصادق عليه السلام على بقيه ولده وحمل له من الحب ما لا يحمله لغيره فمن مظاهر وده أنه وهب له قطعة من أرض تسمى البسرية كان قد اشتراها بست وعشرين ألف دينار هذه كانت لحظات نور من سفر امرأة كاظمية كانت نورا بعث فيه النور إذ كانت أمه الطاهرة العظيمة صلوات الله وسلامه عليها وبعد السيرة ننتقل إلى حرف وكتاب وقصص وعبر، فكتابنا اليوم هو الحجج والبينات في كرامات الإمام الكاظم والجواد عليهما السلام لمؤلفه السيد علي النقوي الكهنوي، والذي اجتهد فيه بسرد لطائف من السفر الكاظمي العطر، فإلى تلك الدقائق مع سماحة الشيخ منير الكاظمي. كتاب تأريخ الامامين الكاظمين عليهم السلام وروضتهما الشريفه طبعا هذا المؤلف لم يكتفي مؤلفه وهو العلامه الثبت الكبير الشيخ جعفر ابن الشيخ محمد النقدي طيب الله سراه لم يكتفي فقط بالتعرض الى ما يتعلق بحياه وسيره ومسيره الامامين موسى بن جعفر والامام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليهما. طبعا سلط الضوء ايضا على الروضه الشريفه منذ اليوم الاول، هذه البقعه الشريفه منذ اليوم الاول التي دفن بها هذا الامام، وطبيعه العمارات التي توالت على هذا المشهد الشريف المبارك، الكتاب طبعا طبعته العتبه الكاظميه المقدسه بتحقيق الشيخ غزوان الكليدار، والمحقق مشكورا يتعرض الى مجموعه من المؤلفات التي تناولت في طياتها ما يتعلق بالروضه الشريفه للامامين الكاظمين باعتبار هذه الروضه الشريفه هي ماوى افئده القلوب قلوب المؤمنين وهي باب الحوائج الى الله عز وجل يقصدها الزوار في كل عام باعداد هائله يقفون على هذا القبر الشريف قبر الامام موسى بن جعفر والامام محمد الجواد عليهما السلام لكي يتوسل الى الله ببركه هذين الامامين يقول من بين تلك الكتب التي تناولت الروضه الشريفه وهذه البقعه المطهره هو الكاظميه قديما وحديثا طبعا هذا الكتاب جمع في مجله الاصلاح البغداديه جمعه الشيخ الفاضل راضي ابن الشيخ عبد الحسين ال ياسين الكاظمي رحمه الله عليه. من الكتب التي تناولت حياه الامام موسى بن جعفر وتاريخ الروضه الشريفه هو كتاب جنات ثمانيه يتناول عن يتناول بقاع ثمانيه للائمه المعصومين ويقف على روضه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. من بين تلك الكتب كتاب تأريخ كاظمين، أيضا هذا كتاب فارسي للميرزا عباس فيضي. من بين تلك الكتب مشهد الكاظمين للدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه، وقد حقق مؤخرا هذا الكتاب وطبعته العتبة الكاظمية المقدسة ومحققه أيضا الشيخ غزوان الكلدار. من بين تلك الكتب تأريخ المشهد الكاظمي للعلامة الكبير والمحقق الشيخ محمد حسن ال ياسين رحمه الله عليهم اجمعين. طبعا تناولوا في هذه يعني في هذه المؤلفات تناول اصحابها شيء من سيره وحياه الامامين العظيمين ومقام وبيان مقامهما العلمي والديني والاجتماعي وكل ما يتعلق بتاريخ هذه الروضه المباركه في صميم تاريخ بغداد، فسلام على هذين الإمامين العظيمين، نقف إن شاء الله على حلقة جديدة قادمة لنتحدث عن كتاب آخر يتعلق بهذا الإمام الكريم سلام الله عليه. وقبل لحظات الختام ناخذكم الى عبق الاخلاق الكاظميه ووصيه من وصايا الامام الكاظم عليه السلام يحدثنا فيها سماحه الشيخ الدكتور عماد الكاظمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نلتقيكم في رحاب امامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وتلك الاحاديث المباركه التي وصلت الينا والتي هي حقيقه هي درر اهداها الله تعالى الينا عن طريق ائمتنا صلوات الله وسلامه عليه وحديثنا اليوم من الاحاديث المهمه التي لها علاقه ببناء الاسره فقد روي عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال: من احزن والديه فقد عقهما. هذه مساله بر الوالدين من الموضوعات المهمه جدا والتي يبتلي يبتلى بها الناس عاده فيما يتعلق بعلاقتهم مع الاباء. اعزتي احبتي علينا ان نعرف ان الله تعالى قد جعل للوالدين حقا عظيما وفي بعض الايات المباركه ذكرهما بعد التوحيد حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا إي الا اياه وبالوالدين احسانا الاب والام لهم حق عظيم علينا فلنرجع الى رساله الحقوق للامام السجاد عليه السلام ونستمع الى حقوق الاب وحقوق الام فالإمام سلام الله عليه هنا ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نتعامل مع أبوينا تعاملًا تامًا متكاملًا فيهما يدخل الرضا عليهم والسرور. الإمام يقول من أحزن يعني تأملوا الذي يحزن والديه هذا الحزن الذي يدخله على الوالدين مرة يكون بموقفين مرة يكون بنظرة مرة يكون بكلمة فأيها الأحبة علينا أن نتعامل مع أبوينا مع الوالدين تعاملا حقيقيا فيه رضا الله عز وجل نستطيع أن نقول يعكس تلك المكانة العظيمة التي جعلها الله عز وجل لهما في القرآن والتي جعلهم جعلتهم الروايات لدينا روايات كثيرة متعددة فيما يتعلق ببر الوالدين فإمامنا هنا ماذا يقول من أحزن والديه فرسالتي وهي رسالة الإمام صلوات الله وسلامه لنفسي ولإخوتي وأخواتي من كان له موقف مع والديه يحس أن هذا الموقف فيه حزن فعليه أن يصحح المسار وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يبتغي رضاهما رضاهما بأي طريقة لان الامام سلام الله عليه جعل الحزن لهم هو عقوق فكيف لو كان هناك اكثر من الحزن واليوم نحن ابناء غدا سنكون اباء وهذا الدين سوف ينتقل الى ابنائنا فكما نحسن لابائنا ان شاء الله ابناؤنا يحسنون الينا وهذه من الرسائل العظيمه التي جسدها امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعلينا ان نعمل عليها بل يجب علينا ان نعمل عليها لان موارد التاكيد على الوالدين موارد كبيره جدا دينيه وعقليه واجتماعيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتهاوت الروح مرتمية على أرض الواقع لتصل إلى جسر الألم ولسان حالها يقول على جسر الألم بين الأمل والياس أوقفت بعيون دمع وبيد شدة ياس من وجه الفجر متعني على الميعاد وقبل عيوني روح الشوفتك تسعى قتل الجمعة موعدنا بجسر بغداد ما قلت لي تموت بموعد الجمعة قلت لي الفرج هاليوم يا سيدي ولا تلوم ما قلت لي الفرج ويجبدك المسموم خابت مواعيدي وجف دمع بوريدي وتاليها نزلت دمعة ومات الورد بيدي ولأن طبع الورد ينقل مدى الإحساس وقفت بعيون دمع وبيدي شدت ياس في أمان الله